رجل فقير كان يعيش في كربلاء، ما كان عنده أموال، وكلما حاول أن يعمل ويتاجر ما نجح. فكر في أن يذهب إلى الهند. الهند في ذلك اليوم كانت مركزاً مهماً من مراكز التجارة العالمية قبل حوالي 100 عام. كل واحد كان يريد التجارة كان يروح للهند في ذاك الوقت، يتجه إلى الهند ويصل إلى الهند بعد أتعاب ومشاق الرحلات البحرية القديمة. الكبار لعله يتذكرون بعضاً من جوانبها. توصل للهند، يبقى هنالك مدة ولا يفتح الله عليه بشيء، ما ينجح، إلى أن ييأس فيفكر في أن يعود إلى عائلته وأهله، ولكن يعود بيد خالية. مو صحيح، يقول خلي أودي لهم هدية. يشتري كم مزهرية، أواني فيها ورود أو ما أشبه ذلك، وينقلها معه حتى يأتي بها هدية لعائلته. في الطريق السفينة تبحر من الهند باتجاه ميناء البصرة. وقت يطول، أكو هنالك معه في السفينة رجل هندوسي مريض أصفر مصاب بالتدرن الرئوي ويقذف الدم، وضع كلش مو جيد. هذا الفقير الهندوسي المريض أيضا عنده مزهريات عتيقة وصخة، وكان يقذف فيها ماء فمح، وتطول السفرة مدة من الزمن، إلى أنه في يوم من الأيام الهندوسي يموت. ما يمكن أنه يخلوه حتى يوصلون إلى ميناء البصرة، يأخذوه ويلقونه في البحر. القاعدة الفقهية في الأزمنة القديمة أنه إذا واحد مات في السفينة وما يمكن الحفاظ عليه، كانوا يثقلون رجله بشيء ثقيل ويقذفونه في البحر، لأن ماكو طريقة ثانية. بعدين يجون إلى أمواله اللي كانت عنده، يقسمونها ويأخذونها. يأتون إلى المزهريات، يأخذون مزهريات هذا الرجل، لأن مزهريات نظيفة ولطيفة، يأخذونها ويتركون له تلك المزهريات مال الرجل الهندوسي. هذا يقول هذه مو مالي، تلك مالي، ما يقبلون كلامه. بالنتيجة يصلون إلى ميناء البصرة، هذا الرجل يرفع هذه المزهريات مال الهندوسي، يراها ثقيلة جداً، فيشك في القضية أنه لا يكون شيء في القضية. يأخذها ويذهب إلى مكان منعزل ويحفر فيها التراب اللي موجود، وإذا به يجد أنها مليئة بالليرات الذهبية. يقول هذا لعله رزق ساقه الله إلينا. لكن رجل متشرع يجي إلى كربلاء، يروح إلى أحد علماء كربلاء، يقول أنا وجدت هذا المال وهذه القضية، شنو حكم هذه الأموال؟ العالم يقول له هذه الأموال لك. لعله بعنوان الاحتمال، التخريج الفقهي، أن هذا مال مجهول المالك، لأن هذا الهندوسي مات، منو أهله، منو عائلته، ما يمكن الوصول إلى عائلته في الهند، فمال مجهول المالك. شنو حكم المال المجهول المالك؟ يعطى للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، وهذا العالم أذن لهذا الفقير في هذه الأموال. شنو سوى في هذه الأموال؟ أخذ هذه الأموال وكلها سواها بقصور وبساتين؟ لا، رجل كان يفهم، كان يعقل، واسمه الحاج علي شاح، الآن معروف، لعل أكثر اللي كانوا يعيشون في تلك المناطق يعرفونه. أخذ قسم من هذه الأموال واشترى لنفسه بيتاً ودكاناً وكذا، ومعظم الأموال المتبقية بنى بها مؤسسات خيرية، بنى بها مساجد، بنى بها حسينيات، بنى بها حمامات عمومية مجانية للفقراء، وأوصى وصية مطولة للفقراء.
الحاج علي مات، ثروته ذهبت، من الذي بقي له؟ اللي بقي له هذا العمل، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إحنا في الواقع يجب علينا أن نفكر أن نقدم شيئا لله. الفقير الذي تعطيه مالا قدمته لله، وقدمته مو لله، الله لا يحتاج، قدمته لنفسه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حتى واحد عندما الله سبحانه وتعالى يقول ما الذي فعلت، يقول يا الله طبعت هذه الكتب، صنعت هذه الحسينية، هديت هؤلاء الشباب. احنا ايضا الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الطاقات، هذه القدرات الروحية، هذه الامكانات الروحية. الله لا يقول خصص كل شيء لاجل الله، لان صعب علينا، ولكن واحد يخصص بعض طاقته لأجل الله. في الأسبوع ليكن لك مشروع خيري، في الشهر ليكن عندك مشروع خيري، حتى واحد يساهم في هذه الأمانة ويؤدي هذه الأمانة. في الحديث المروي عن المعصومين صلوات الله عليهم، الرجل يأتي، هذه الرواية موجودة في الكافي، يأتي أمام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول له ألم أنعم عليك بالسمع؟ نعم. ألم أنعم عليك باليد؟ نعم. ألم أنعم عليك بالرجل؟ نعم. الله يعدد له هذه النعم، ماذا صنعت بهذه النعم؟ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، فيلتفت يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه فلا يرى شيئا، والعياذ بالله. الإنسان عندما يروح هناك يكون قد قدم شيئا.